اهو جالك اهو اهو جالك اهو ريح بالك اهو ريح بالك اهو اعملي له حله محشي يقعد فيها ما يطلعش ما هو جالك اهو اهو جالك اهو ريح بالك اهو ريح بالك اهو زي العسل يا بنت والله. بقولك ايه؟ ايه كلمات المعزومة عندكم في الافراح؟ كميه المعازيم حوشي حوشي. ما انت عندكم في اليابان اللهم صل على النبي في الفرح بيجي 3000 واحد. 3000 واحد؟ لا هنا في اليابان عندنا عريس تجيب 3 من عائلتها وعروسه تجيب من 3 من عائلتها واطفال صغيرين بس. لا والله انتوا على كده بقى محرومين من الزغاريط. زغاريط؟ هي دي زغروطه؟ اه كده انت بتصوتي يا بت. تعلمي بقى الزغروطه تعلمي. عمال عندك يا ام محمد يلا. عمال عندك يا ام محمد. ابو عمك كان محمد. عمال عندك يا ام سمير. ابو عندك كان سمير. ايوه عايز زغروطه بقى وفي الاخر تقول عمال عندك يا ام سمير. ماشي. ابو عندك يا ام سمير. فاشله هتفضلي طول عمرك فاشله. مين عريس معانا؟ مين عريس النهارده؟ خلصي. النهارده عبد النبي علي ورحمه حامد. الله بقول لك ايه؟ تحس كده يعني بصي تحس ان العريس تحس ان رومانسي ها ولا انت والعروسه برضه رومانسيه ها. اهو جالك اهو اهو جالك اهو ريح بالك اهو ريح بالك اهو. انت عبيط يا بت. تعالى تعالى يا حبيبي العم تعالى 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 يا حبيبي العم تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين من غير مناسبة في حلقة جديدة في برنامج النهاردة فرح يا جدعان. الجواز عامل زي البطيخ لا أقرع لا إيه لا بالصلاة على النبي جوازتنا حمراء. حيوا معايا أحلى عبد النبي والبرنسيسة رحمة. تعالى 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 يا حبيبي العم تعالى 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 ألف ألف مبروك رحمة. ألف ألف مبروك. بيقول لك الجواز عامل زي البطيخة لا أقرع على إيه؟ لا. أنت شايف الجوازة بتاعتك إيه؟ حمرا إن شاء الله. حمرا بإذن الله؟ أه بإذن الله. ها؟ مش هتنكد عليه؟ مش هتلعبي في التليفون؟ لا. رحت عند أمك ليه؟ وما رحتش ليه؟ مش هتفسحني؟ اتعرفت على رحمه ازاي؟ شكلك يعني. على فكره كده يعرف انت من اللي بتعاكس كده. لا لا يا طب انت كنت من الاخر كده. هي صغيره والله. اول ما شفتها قلت هتتجوزها ولا قلت الاول اعمل لها اختبار وكده؟ لا والله يا والدتي ووالدتها كانوا بيقولوا لي احنا لبعضينا. ايه العيب اللي فيها بيضايقك وبتقول لها دلوقتي بلاش تعمليها عشان ما تضحكيش؟ مفيش حاجه ما بتعملش حاجه. لا انا مش تعمل حاجه. العيب اللي فيها والله بتضايقك فيها في حاجه مضايقاك؟ صوتها عالي. لا لا والله صوتها عالي ولا حاجه. يعني هي كل حاجه فيها كامله؟ كاملة. كل حاجة؟ كل حاجة. مفيهاش أي لحمي. والله. اه والله. ماشي. إيه العيب اللي فيه؟ ولا حاجة. مفيهوش ولا عيب؟ لا. ما كلمش بنات خالص؟ لا كلم. بيكلم بنات؟ لا كلم بس. كلم زمان؟ اه. كلمت زمان؟ اه طبعا. معه كام واحدة؟ اتنين. اتنين اسمهم ايه؟ لازم يعني؟ ابقى اديني تليفوناتهم. ها؟ ماشي. ماشي. بس أنا حاسس إن في عيب، ما تعرفيش هو العيب؟ خلق ايه؟ مسرف؟ لا ده جلدة. غلبان. انتوا حاسين ان انتوا الاثنين ملكات يعني مفيش اي حاجه؟ لا 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 حكايه ان هو مثلا هو بيصرف كتير وما بيحش عن حاجه عن حد خالص. اخر هديه جابها لك ايه؟ اخر هديه جابها لك. اخر هديه طب لبس يعني؟ اه يعني انتوا الاثنين اللهم صل على النبي دماغكم زي بعض وانت ما فيكيش عيوب وهو ما فيش يعني بالصلاه على النبي كده انتوا الاثنين تمام. تمام. تاريخ ميلاده كام؟ تاريخ ميلادها كام؟ اللهم صل على النبي الحق. الله على الحب. لا لا والله الله باين 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 باين. بقول لك ايه؟ انت مرزق كل المطربين اللي انت قلت لي عليهم النهارده جبتهم لك. انت طالب مين بقى يحيلك فرحك؟ رضا البحراوي. عروسه؟ رضا البحراوي. يا جو فن وطرب. هو الفنان. اسمع طرب منا كلامنا حلو جميل وليه معنى. حي معايا نجم مصر رضا البحراوي. تعالى 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 يا حبيبي العم تعالى 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 يا حبيبي العم تعالى. قبل ما نقول اي حاجه امتعني الاول بعد كده نتكلم مع بعض. يلا يلا دول موال ولا براحتك الفرح فرحنا. طب بعد ما اتعودت هجره كلاسيه هنسمع السقفه بقى. السقفه السقفه العريس والعروسه
فرح يا جدعان. طب اللي يحب ربنا يرفع ايده لفين؟ هو ده. النهارده فرح يا جدعان يا عريس، عروس يا عريس. بعد ما تعودت هجرك ولا سيا ولا سيا ولا سيا ولا سيا، جاي تعملهم عليا مش عليا مش عليا مش عليا. يبرد 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 يا بابا يا بابا يا بابا سنة. بقول لكم ايه، اللي يحب ربنا يقوم يقف، اللي يحب ربنا يقوم يقف، اللي يحب ربنا يرفع ايده فوق. يلا بينا، يلا روح يلا روح يلا روح. الهوى ونار الهوى في القلب نارك نار. الهوى عيد على الهوى منورنا حبيبي يا على طول. بقى عمال كل شويه على الفيسبوك البحراء، جبت لك البحراء يا عم. ايوه يا حبيبي. معانا نلعب لعبه بسيطه كده. ماشي. اول حاجه بس، انت جايب مين معاك النهارده عريس؟ انا جايب معايا اخويا وبنت خالتي. سقف يا اخو العريس، سقف كبير قوي يا جماعه. تعالى تعالى تعالى. عروسه جايبه مين معاك؟ جايبه اختي واخويا وامي. ام العروسه تعالى تعالى يا حبيبي قوم. تعالى 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 يا حبيبي قوم. تعالى بقول لك ايه، احنا هنعرض لك مشهد على التلفزيون،
عشاش هنا يعني وانت تمثله. اتفضل. خش بقى انت لا تخش. شرب السيبرتو واللي قالوا قالوا. من اول تروح داخل بقى عليها وقال الكلمتين حلوين. ماشي؟ وانا اللي هقول؟ امال انا اللي هقول؟ يلا باش اتفضل يا استاذ. ايوه. يلا. حلو كده؟ بس من بس صوت عالي بقى. ماشي. يلا. شرب السيبسي وبس اللي قالوا قالوا. اعمل ايه؟ انا ماشي يا عم. ماشي. انا ماشي يا عم. لا اللي همشي. انا مش عايز اعمل برنامج دوت يا عم. ايه يا عم في ايه؟ ليه نشف؟ شويه يعني. انا ما ينفعش والله العظيم ثلاثة. طب ما يا عم بقى. ايه سيرفيسو؟ يا جماعة. ايه؟ سيبرتو. بس يا جماعة. أي حاجة يا ريس يلا. مدى يا جماعة أنتوا اللي موترينه، لو سمحت يا جماعة أنتوا موترين العريس. معلش يا ابن عمي. قول شرب اي حاجه اللي شرب. انت عايز اي حاجه. شرب بيبسي، شرب سيبسي، كولا، اي حاجه. ماشي. شرب شو اي حاجه يا ابن عمي، بس صوتك عالي. ينفع كده؟ علي صوتك عالي لو سمحت يا جماعه عشان نركز. ده تمثيل يا جماعه. 1 2 3 اكشن. شرب بيبسي بس. لا 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 يا عم سعد. لا 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 الله اكبر. لا يا عم سعد. لا لا النكهه. ايه يا جدعان؟ اخر مره على الام وعلى الاب. بعد اذنكم لو غلط ما نتحرك. يا رب ما بيموت اللي هيضحك والابوه ميت يموت تاني. يلا ركز. ماشي. 5 3 4 اكشن. شرب سيبرتو بس اللي قالوا قالوا. شرب شرب سيبرتو اللي قالوا قالوا. مش عليها بقى. خش عليها. يلا قول المشهد. مشهد ايه؟ ده كبير خالص. ماشي كيف. بحبها بحبها يا لمبي. بحبها والله. خلاص غني لنا اغنيه يا عم. غني لنا اغنيه يا عم. يلا عم. كل الكلام اتقال عن عشرة الأندالية يا صاحبة الشوم والعايبة. ولما في عيال بعدش في راجل يصونك لو حتى لبسوه من هدومك ولقمته من رسيومة ما يصنعش لو بالحلال. اسمع كلامي يا صغير وربنا يهدي الأحوال. الراجل هيفضل راجل لو مال زمانه بيه. الورد ما مات بالدماء يا ريحته فيه. الراجل حبيبة صغير. الراجل الراجل هيفضل راجل لو مال زمانه بيه. والورد مهما دبل الورد مهما دبل دي بقى يا ريحته فيه. لكن قليل الأصل أمره ما يشبع يوم ولا يحمد العطيه. يلا يلا سمعونا. السقف على 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 السقف. ليا زماني قاس عليا بس سميني ما يجرى بيا. كله كله جرى الحب كله الحب كله. ارفع ايدك كده 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 كده.
حوش عني هواك والنبي يا صغير حوش عني هواك والنبي يا صغير والنبي يا صغير والنبي يا كبير والنبي يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل والنبي يا جميل وانا ماشي في تل ابيب عالكورنيش انا ماشي في تل ابيب تلو علي خمسة ستة دربوني عوروني دربوني عوروني اسيب حقي اسيب حقي اسيب حقي الا اسيب حقي الا اسيب حقي الا رحت البيت لبست جاكيت بتاع الخناقات والغطاره في جيبي ورحت للعيال الخمسه سته اول واحد كان ماسك قنبله فتح الفتيل رمى علي خدت على صدري ورفعت ايدي لربنا وقلت له عني يا رب عني يا رب بسرعه يا رب بسرعه يا رب عني يا رب عني يا رب بسرعه يا رب بسرعه يا رب عني يا رب عني يا رب بسرعه يا رب بسرعه يا رب عني يا رب عني يا رب بسرعه يا رب بسرعه يا رب القنبله رجعت تاني اتفجرت في الواد انا بكذب انا بكذب لا ما تكذبش الواد التاني ايه اللي حصل ماسك اربشير يضرب كده اجيله كده ويضرب كده اجيله كده عملت ايه ايه اللي حصل رفعت ايدي لربنا برضو قلت له عني يا رب عني يا رب سرع يا رب سرع يا رب عني يا رب عني يا رب ارفع ايدك فوق 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 انا بشكرك قوي قوي فرحت العريس والعروسه بجد جد بشكرك يا اعز واغلى واطيب قلب بحراوي الفكرة دي فكرة الحموات بس معلش احنا اسفين طبعا انا بعتذر لامي وقال لها معلش احنا تعبناك يا امي وانا اسف ليكي تعبناكي معلش يا امي انا اسف ليكي يا استكل معلش يا استكل انا اسفين ليكي يا امي معلش حاجة تعبناكي النهاردة خليكي قاعدة يا امي لا والله تعبناكم معلش انا اسفين انتوا الاصول انتوا اللي تقعدوا على الكراسي دول بس احنا تعبناكم النهاردة فاحنا قعدوكم انتوا الفكرة دي اسمها فكرة بصراحة مش هنكذب خالص معانا الجهاز ومعانا واحده من اليابان الجهاز دوت فيه شعاع بيجي المخ هنا وشعاع بيجي في المخ هنا فاي كذب بيجي الجهاز هيدي زماره فيا ريت ما نكذبش جاهز جاهزه اوكي هاي ですね本日はご結婚ということでおめでとうございます会などですね本日本当におめでとうございます السؤال عبد النبي لو خلفت بنت وراح ما قالت لك اسميها باسم امي هتقول لها ايه والله اسميها انت بتكذبش لا مش هاد يعني كده انت هتزعل امك اشمعنى سميت باسم مامتها وما سميتش باسم امك عادي ان شاء الله اما ربنا يكرمني ويسلم معايا ربنا كرمك بولد وما كرمكش ببيت امك مش هتزعل والله لا عادي ان هم واحد هم الاثنين اخوات عامه انت كذاب والجهاز بيقول غلط هاي ですね皆さんやはりですね結構夜なのでテンションが低めなんですはい頑張りましょう السؤال لك يا رحمه عبد النبي
لو شتمك في يوم جيم من بره زعلان، خدي عامله اكل ايه مش عارف، راح شتمك هتلم هدومك تروح لامك ولا تبقى عقله كده وتقول له مالك متنرفز من ايه؟ هبقى عقله. عقله هتعملي ايه؟ ايوه شوف ايه اللي مضايقه مثلا عادي يعني. كدابه؟ لا مش كدابه على فكره، ده كمبيوتر ما بيكذبش. هاي ですね مينا سان ايرويرو تو اسكيراريتا كاتا غا ايماشيتارا كوتشيرا نو هو ني ですね انو اوتودوكي كوداساي ني. مامتك جت قاعده عندك في البيت اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، راحت رحمه مدخلاك قالت لك بقول لك ايه وحياه ربنا لو امك ما مشيتش لا سيب لك البيت وامشي لا اما تطلقني، هتعمل ايه؟ وبصراحه ما سيبش امي. هتقول لها ايه؟ عايزه تروحي روحي روحي بيتك بس انا ما اطلقكيش بقى. الجهاز ما زمرش، سقفوا له يا جماعه. هو ده اللي انا الواقع يعني. 10 لا انت مسكت العصايه من النص، ولا هتطلقها ليه بقى؟ اتروح تهدى شويه وتقول لها انا ماليش الله امي والموضوع اتلم. انت كده اقول لك حاجه، بعد سنتين اكلمك هتليك 10 على 10. ماشي. هاي اتشي ですね اشتا ですね この収録が朝の 8 時からありまして夜の 11 時まで撮影した後映画の撮影があるんです。عبد النبي قال لك معلش حبيبتي انا طالع بس رحله مع زمايلي كلهم شباب، حتى بصي يا محمد رفعت اسمك، احنا رايحين فين؟ ايوه رايحين بلطيم. انا ومين؟ انا ومحمد، انت ومحمد وعادل. خلاص قط. راح مكلمك تاني وهو هناك قال له يا حياتي انت عامله ايه؟ وحشاني يا روحي. انا مع زمايلي. يا محمد. لا يا حبيبي انا سامع زمايلك. وحط الموبايل، وهو بيحط الموبايل نسي يقفل، وتلاقيتي حبيب قلبي. وهو ما عرفش. هتستني لما يجي ولا هتركبي عربيه وتروحي له بلطين؟ لا هروح له هناك. هت ايه؟ هروح له. تروحي له بلطين. دخلت لقيتي الاستاذ بدل ما معاه محمد وعلاء لقيتي سهى ونرمين وبنات، هتقولي لهم ايه يا حسن وهتعملي ايه؟ هخش اكيد يعني هزعق له وابهدل البنات. اشوفك وانت بتبهدلي البنات وانت بتزعقي له. قومي كده بعد اذنك. إيه؟ يلا اتفضلي قومي اتفضلي. انا بنت. ها انت جيتي بصي انا اسمي ياسمين. ها يلا انا جيت لقيني. يلا حبيبي كمان امشي كمان. بس بصي بقى انت جيتي تلاقيتي جوزك واقف مع واحده، وشوفي الواحده دي بتعمل له ايه. وعلى فكره هسمعك كمان الكلام عشان تتحرقي شويه. حبيبي وحشني يا روحي. عايز اقول لك حاجه، انا مش عارف انت قاعد مع مراتك اللي شكل الدبه دي ليه حياتي؟ القمر والجمال ده يقعد مع العصوصه دي؟ حبيبي ده انت روحي وحياتي. اقول لك حاجه، انا مش عارف اقول لك ايه، انت مليت عليا الدنيا يا حبيبي. ممكن تيجي على صدري يا حياتي؟ حاضر يا حبيبي. يا حبيبي انا معاك والله. الله يا روحي. اه يا حبيبي وحشني يا حبيبي. وانت كمان والله. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ هو ده محمد؟ عادي. عادي ازاي؟ عادي. ايه انت؟ ايه عامل ايه؟ انا بالله عليك ده حقيقي. انا راضي سمتك، لو جيتي تلاقيتيه مع واحده هتقولي له ايه ده؟ بتعمل ايه؟ عمال اقول له ايه؟ انا اقول لك تعملي ايه؟ اقعدي عسل اكنك انت واحده. خش. هو في هناك. معلش يا ابن عمي ده تمثيل. ماشي. تمثيل يا ابن عم. خش. كلمي له حبيه بقى، حبيه انت واحده غريبه. وعلي حسك. علي حسك عشان اسمع. لا لا تعالى انا راجع كويس. قولي له بحبك. ده انت هتقول له قولي له بحبك عادي مفيش حاجه. انت بحب انت وحشني انت روح كده بس يلا. خلاص مش هبص له. انا بحبك. انت وحشني. اعمل ايه تاني بقى؟ الله 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 الله. مين دي ياه؟ ده واحدة صاحبتي. صاحبتك منين يا منيل؟ ده محمد اللي معاك؟ كده بقى عشرة العمر دي 20 سنة تخني مع دي؟ مع دي؟ اخسى عليك، ده أنا أبويا جاب لك عربية وتاكسي، حسب الله نعم. يا غريب يا غريب. سلم علي نسينا اي لاف يو. سليمان ده غالي علينا اي لاف يو. تعالى اسهر لينا تعالى تعالى حنشيلك كده في عنينا تعالى 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 اسهر لينا تعالى تعالى حنشيلك كده في عنينا تعالى تعالى بلاش تتقال علينا. ازاي كده اهو؟ ازاي كده اهو؟ ازاي كده اهو؟ سقف يا سليمان عايز يرفع ايدك فوق فوق هو. ازاي كده اهو؟ ازاي كده اهو؟ ازاي كده اهو؟ اسمع سقف يا
سافة سافة زغروب سافة سافة فوق فوق ازاي 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 سافة العريس سافة فوق اوعى تضمرني بأي لف يو حبيبي القلبي اهو تضمرني بأي لف يو حبيبي القلبي اهو تضمرني بأي لف يو حبيبي القلبي اهو تضمرني بأي لف يو حبيبي سافة فوق عايز حد يقول له اي لف يو لو لف العالم كله اي لف يو سافة يا عريس سافة فوق اي لف يو ازاي يهو ازاي يهو ازاي يهو هو ده سعفوله سعفوله فوق اه ازاي يهو ازاي يهو ازاي يهو يلا مزيكا سافة ارفع ايدك فوق بتضرك اي لف يو حبيبي القلب يهو بتضرك اي لف يو حبيبي القلب يهو بيسلم علي نسينا اي لف يو ام العريس دي غالية علينا اي لف يو انا سلم علي نسينا اي لف يو سافة ام العريس سافة سافة فوق عايز حد يقول لو لف العالم كله عايز حد يقول لو لف العالم كله انا عايز حد يقول له اي لف يو العالم كله اي لاف يو انا عايز حد يقول له اي لاف يو سافة لام العريس سافة فوق ازاي ازاي سافة فوق نسيت السافة فوق تعال اسمع سقفة لأم العريس سقفة كبيرة لأم العريس سقفوا لها سقفة كبيرة أوي 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 ست على مالك ست الكل تعال ست الكل أم العروسة فين أم العروسة فين منورينا تعال يلا اوعى حد فيكوا زعل أمي خلوا أمك ما تخنقش على أمي اوعى حد فيكوا زعل أمي قالوا من ما تخلص على امي لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فوق بوسه مع احترامي لامك او لعمي في الاتفاق الكلمه كلمه امي واوعى حد فيكم زعل امي السقف يا ام العروس ام العروسه فوق ايوه سقف فوق اصحى عفوني سافة كبيرة أوي منورنا يا أستاذ ربنا يخليك والله صح. أبو الجدعانة كلها حبيبي ربنا أبو الشياكة أنت مدرسة الابتسامة هسألك سؤال يوم ما رحت تتجوز مراتك فاكر حماك قال لك إيه بالظبط؟ أول يعني أنت دخلت كده قال لك إيه؟ قال لي انا كان عندي شقه صغيره في امبابه كده وقال لي انت معاك كام اول ما دخلت معاك كام بتقبض كام قصدي بتقبض كام 37 جنيه في الشهر يعني كده المهم ان انا رايح اتجوز مراتي اصلا وانا في جيبي 50 جنيه اشتريت علبه بسبوسه صغيره كده ب 18 جنيه وخدت ميكروباص وجبت جزمه ب 7 جنيه من العتبه والحاجات دي رحت بقى خدت الميكروباص اهلي من امبابه وديتهم رود الفرج مكان اهل مراتي وبعد كده ما بقاش في جيبي جنيه خالص وصلت اخواتي ونزلت في شارع احمد عرابي ماشي لقيت مخرج بيقابلني يقول لي انا عايزك في بطوله مسلسل خدت فيه 7000 جنيه الله وجالي فيلم في نفس الليله وانا قاعد وانا قاعد معاه راح عدى مخرج تاني قال لي يا سليمان انا عايزك في فيلم
وخدت فيه برضه 1500 جنيه يعني لقيت رزقها حلو قوي. ليه استاذ احمد السقا ما روش الا انت؟ يعني بيصحى من النوم كده فين سليمان عيد عشان يعمل فيك مقلب؟ ليه ده حب ده ولا كنت... ولا كرهك؟ لا بالعكس حب. هو ما بيلاقيش حياته والضحك كله غير انا وهو مع بعض. انا بصدق اي حاجه. يأذيك؟ لا ما هو يعني انا قلت لك قبل كده كذا مقلب قبل كده يعني ممكن احكي لك منهم واحد ان انا كان عيان في مستشفى فروحت ازوره اتاري كان في حد شغال في الشرطه صاحبه كان مديله كلبشات فكل الناس مشيت معلش يا سليمان استنى معايا شويه فقعدت لحد وقت متاخر عايز اروح فقال لي مش هتروح قلت له ليه فراح حط كلبش في ايده في ايد انا وكلبش في السرير اللي هو نايم عليه ونام والله العظيم كل ما اجي اكلمه يقول لي هتضرب راجل مريض ده انا عيان ده انا في المستشفى سافر استاذ احمد السقا يا جماعه الله الله مش معقوله بقى معانا ممثل ممثلناش دور رومانسي وريله ازاي يبقى رومانسي مع العروسه بتاعته سقفوا له سقفه كبيره يا جماعه تعالى احنا مالناش دعوه لا اتفضل اتصرف يا استاذ مش محضر حاجه دوختك يلا يا استاذ لا دي رومانسيه يا استاذ عايزين نعلمه حبيبتي انا عايز اعترف لك بحاجه انت رابع واحده اتجوزها وكنت بحب الاربعه الثلاثه اللي قبل كده يعني فعايز بس ان انا اقول لك على حاجه تانية ان انا يعني مش هقعد كتير معاكي في الجواز يعني بحبك وبرغم البعد الباعد بيني وبينك بحبك وبقول لك لا مش كل الطير اللي يتاكل لحمه وبقول لك حاسبي انا قاتل قبلك صفيه وسالمة ونعمات وهجيبك عارفه ليه عشان اقتلك هقتلك هقتلك متي انا اسف قلنا شعر لازم انت تغني لا ما بعرفش انت لا سقفوا له سقفه كبيره يا جماعه معرفش والله فرح اختك لازم ترقص وتغني طبعا الفرح فرحنا وبراحتنا وتمام يلا بس عشان ما ازعلش الناس مني ما اعرفش حاجه في الغنى ما حد يزعلوا احنا اللي مكلفين الفرح انت غني بص انا همسك المتاع ده الميكروفون وانت غني وانا هحرك شفايفي اي حاجه الحب كله الحب الله يلا مسيك الله مسيك الله الحب كله حبيته فيه الحب كله وزماني كله انا عشت ليه زماني كله حبيبي كل الدنيا معايا وكل قلبي لقيته حبيبي كل الدنيا سليمان وبس اشيلي واملا اشيلي التاني اشيلي واملا اشيلي التاني حب انت من دول زماني اشيلي واملا اشيلي التاني اشيلي واملا اشيلي التاني حب انت السيني قالي من يوم ما شفتك حسيت كأني خلقت تاني حسيت كأني خلقت تاني يا علي 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 اللي بيحب سليمان يوم يقف اللي بيحب سيدنا محمد يقف بيحب سليمان يبقى يدفع يدفع يا علي Thank you.
ماشيه عالسقفه وعالسطر. عيب عليك يا دنيا وراح زمن الشهادات. بقيت يا دنيا سافر عروسه سافر فيها بالراحه بالراحه طالع على طول مرتاح. فيها بالراحه بالراحه طالع على طول مرتاح. نسياب مش 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 ويش خلي الشعب يعيش. سعد سعد يحيى سعد صفة كبيرة. أنا مش عارف أقول لك إيه، مش عارف أقول لك إيه، غنيت ورقصت وقلت شعر، ناقص تقول نكتة. حبيبي سقفوا له سقفة كبيرة يا جماعة. يلا. حبيبي. فكهاني بيتفرج على فيلم رعب مات من الخوخ. كهربائي قاعد على قهوة طلب فيشة تفاح. واحد مات، بقية الأرقام زعلت عليه. شكرا لا ليكم. لا النكتة دي تقيلة. وشك حلو قوي قوي قوي، بكلمك بجد والله. العريس اللي زي العسل والعروسة ربنا كرمه النهاردة، وهياخدوا مطبخ وتلاجة وغسالة وبوتاجاز. تديهم حاجة تاني انت؟ سبحان الله، ده دي الحاجات اللي ناقصاني. فهم هيتبرعوا لي، هيتبرعوا لي بيها والله. هم قالوا لي كده. انت انت لو محتاج اي حاجه تاني قول. لا يا حبيبي، لو محتاج اي حاجه قول لي. اه والله قول له، ده فرصه. اعمل لك فقره في البيت كده، فرصه. اقف جنبه كده وقول له انت عايز ايه، وهو على فكره اقول لك حاجه، كل اللي هيقوله مستجاب. صلاته براحتك. عايز ايه؟ عايز اوضه نوم. عايز اوضه نوم؟ اه. تمشي قول له. لا هو يقول لك كل الحاجات اللي عايزها وانت تبلغني. عايز اوضه نوم وانتريه. اه بس اوضه نوم وانتريه بس. والله انت متواضع جدا. اه خلاص. يلا استعف، اتفضل يا استاذ. اتفضل. قوم يا استاذ. والله بص، هو الراجل يعني متواضع جدا، وطلباته يعني فيها شيء من الحكمه. يعني ما اوضه نوم وانتريه، اوضه نوم وانتريه وتلاجه وبوتاجاز لي انا. اه يعني برضو ايه عشان رسيته على ايه. في جملتين عايز اقولهم على لسان العريس. اتفضل يا باشا. وهو مكسوف يقولهم، فقال لي انا اللي اقولهم. اتفضل. العريس بيقول لكم يا جماعه، النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، كله يبقى تمام، النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام، النهارده فرح يا جدعان، انت ماشي يا سيطرة، قلت ماشي، عايز معايا، عايز قلت ايه؟ بعد إذن سيادتك، أنا معجب بسعادتك، بعد إذن سعادتك، أنا معجب بسيادتك، ربنا يكلم طن، يمكن ربنا يهديني اكمل نص ديني، يكتب ربنا يديني واكمل نص ديني، وبطل اتوتر. الله. هتجوز 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 تمام عالسرير. هتجوز 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 هتجوز. اسمع السقف فوق فوق. هتجوز 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 يا عم رقصني عروستي هتفوزني. يلا يا عم رقصني عروستي هتفوزني. يا عم رقصني عروستي هتفوزني. انا هبوسها مع عرسها. تسيبني ايه؟ هتجوز 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 هتجوز. يلا صور معانا، يلا صفر. هتجوز هتجوز هتجوز. نفسي اتجوز اربعة اصلي دماغي بطراعة. 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 واحدة بيضة وواحدة تخينة واحدة رفيعة، الاربعة يبخان يسمعوا الكلام،
شربة مخه ويسمع كلام يونس السيد جه ويونس السيد قام عايزة براجل شديد شخصيتي من حديد عايز ابقى راجل شديد شخصيتي من حديد عايز ابقى راجل شديد شخصيتي من حديد زي الحاج متولي زي هارون الرشيد نفسي اتجوز اربعة قصدي دماغي انطرع انا راجل بتاع ستات